بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما زوجة وزوجها غير ملتزم يطلب منها أشياء غير شرعية ولا تستطيع العيش معها ومعها طفلان، تمتنع مما يطلبه منها من أمور غير مباحة شرعا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، ونسأل الله أن يفرج كربها. إذا رأت أن تنفصل منه لعدم طاعته لله وفسقه جاز لها ذلك.